السلام عليكم، حياكم الله بلزلزين يا مكلبزين في الحلقة الثالثة من سايلنت هيل. طبعا وصلت للمدرسة في المكان المرعب، بس قبل أن نبدأ لا تنسون اللايك التعليق الشاي وخلونا نكمل. مثل ما انتم مش هالحركة سوا، والله حركة كم شيء. هلا العب، هذه نسويها إذا جانا وحش كذا وحشرنا فسوي زي كذا. هذه الحركة الوحش يقول أخس اللي راوغني، بعدين ألف واسحب عليه. المهم آخر مرة تهت في المدرسة، ما أدري وين أروح، ضيعت، رحت غرفة الوكيل، رحت غرفة المدير، ما في مرشد طلابي، ما في أحد في المدرسة. المدرسة فيها برج ساعة في قطعتين، حطيت القطعة اللي حصلتها في اليد اللي بشبصة على القطعة الذهبية، وباقي قطعة ثانية لازم إني أبحث عنها. فخلوني الآن أنفض أم المدرسة نفض لين أطلع القطعة هذه. للأمانة جتني معلومات من أحد الملزلزين يقول يا عبد الله الكلام ذا وقف يا ولد، الكلام ذا لازم تنتبه له لأنه مهم جدا. فلذا وشو فلذا رحت سويت ترجمة دقيقة، مي ترجمة جوجل طبعا، ترجمة دقيقة وحرفية لنفس الكلام المكتوب في الثلاث أوراق اللي قدامي. طبعا عندي دقيقة عدل، أيوة عدل عدل، يا سلام يا سلام. عندي الورقة الأولى اوكي، عندي الورقة الأولى اللي فيها الساعة 10، الساعة 10 بوش الساعة كان على 10 ولا على 12، والله اني ما ادري. الوكاد عندي الساعة 10، الساعة 10 شو تقول؟ طبعا مسجله في جواري. حليب مكثف نستلا، اوف لا هذه طلبات البيت. الساعة 10 مختبر كيمياء، الذهب في يد الرجل العجوز، المستقبل الخفي في قبضته، يستبدلها بمياه الحكيم. طبعا واضح انه يقصدون اليد نفسها اللي اخذت منها القطعة الذهبية، لان كانت في قطعة لونها ذهبي. الثانية الساعة كم؟ الثانية الساعة 5. الساعة 5 تقول الظلام الذي يجلب حرارة الاختناق، النيران تعيد الصمت، صحوة الوحش الجائع، الله يستر منه، باب الوقت مفتوح يلوح الى فريسة. يعني هذا الباب مفتوح ويلوح الفريسة، ما ادري ايش قصدهم، ولكن هذه الترجمة لنفس الكتابات هذه. طيب آخر واحدة الساعة 12، مكان مع الأغاني مع الأغاني والصوت، وهناك فضة مرشدة غير مستغلة في الألسنة المفقودة. فضة مرشدة وغير مستغلة في الألسنة المفقودة، وآخر شيء مكتوب يصحو في أمر مقدر. يعني الحين وش قصة أم الفضة هذه اللي ترشد، اللي غير مستغلة وترشد لأسنة مفقودة؟ أنا أقول أنهم يقصدون القطعة الثانية نفسها، في قطعة ذهبية وقطعة فضية، أكيد أنهم يقصدون القطعة الفضية. في كتابات ثانية بعد ترجمتها، وينها؟ أي بس أنها طويلة مرة ولا أتوقع لها علاقة في نفس الكلام اللي هنا موجود، لأن هنا موجود في أوقات، هناك ما في وقت، هناك كله كلام عبارة عن قصة. طبعا موجودة في غرفة البيانو. يقول حكاية الطيور بدون صوت، طار أولا البجع الجشع حريصا على المكافأة، في حين أن أجنحته البيضاء تتأرجح، ثم جاءت حمامة صامتة تحلق وراء البجع بقدر ما تستطيع، يعني تكون ورائي، الغراب يدخل محلقا يعني خش عليه معض، يطير أعلى من الحمامة فقط ليستعرض، يعني يوريها شوف الحركات اللي عندي زي كذا، البجعة الجشعة تهبط للعثور على بقعة آمنة بجانب طيران آخر، ما أدري يقصدون في الطير الآخر، وأخيرا يأتي الغراب قادما بسرعة ليتوقف، ثم يتثاءب، تثاءب الولد، بعدين ثم ليأخذ قيلولة. من الذي من الذي سيظهر الطريق؟ من الذي سيكون المفتاح الذي سيقود إلى المكافأة الفضية؟ هم الآن أنا لاحظت من الترجمة هذه أنهم يقصدون كل الكلام يدور على القطعة الفضية اللي أنا أصلاً أبيها. أنا الحين جالس أدور القطعة الفضية هذه عشان أحطها في برج الساعة، ماني لاقيها، ماني شنو لاقيها. وهذه يقول هنا ما يدري منو اللي رسمها، بس واضح إن ذوقه زفت. الحين لازم إني ألقى القطعة الفضية، ترى هذا هو مربط الفرس. يعني
ما كان الساعة 10؟ صبر أنا قمت أوسوس. الساعة عشرة يعني الحمد لله ذاكرتي ما فيها شيء. يعني شكيت في عمري قلت ها 10 ولا 12 والحين صار 12. وين بروح أنا الحين؟ بروح هناك. واضح يعني إن اللعبة زين ولا لا بتاخذني إلى منحنى آخر ذي وش يعني عبد الله منحنى؟ صوت هادي مرة. طيب الحين أطلع على الدرج وأروح النفس. أخي بعض الحيوانات فيهم لقافة. يمكن عشان جوعانة صح؟ دقيقة بشوف إيش سالفتها. Start. It was at this moment that he knew he fucked up. المايك. بغيت أشيل أم المايك وياه. واضح انها شوف موضوع جوع ولا لا جوع صح؟ شكلها جوعانة. ترى عمرها شهرين بس. خلاص نزلي. في ناس يقولون عبد الله انت تعذب القطاوة عندك تحذفهم. هذه الارض هنا 1 متر والقطو يطمر من فوق اعلى جدار عندك. مشكلة اني نسيت المايك. مشكلة الواحد إذا نسى المايك مشكلة مصيبة. أوكي. يلا بسم الله نكمل. أفا صوت طلع معناتها في ضيف موجود هنا. وينك؟ فجر مخه. أدعس على خشمك يا ورع. أروح للغرفة هنا بشوف سالفة أم. وين؟ أهني. طيب هنا الكتابة اللي قبل شوي اللي قلت لكم إن فيها قصة كاملة عبارة عن طائر والبجع والحمامة والغراب، ثلاثة طيور بدون صوت، يعني طيور بدون صوت ما تتكلم بينهم وبين بعضها يعني بالإشارات يتفهمون. فهذه الطيور زي ما قلت لكم قصتهم اللي قبل شوي. وهنا البيانو اللي ما يمديني استخدمه لا دقيقة، في تطورات في الموضوع. أقول لك في بعض الدماء على المفاتيح، هل تعني شيئا؟ نشيك عليه. يا سلام. يكون بعد اللي فوق دقهم. والله المشوار هذا لغز يا جماعة، لغز يا جماعة الغير، ولازم اني انقش حله من النت. وش يا كلب بغى يلعب فيني، خليني حط ذيك. يو بعدين دق ذي، بعدين دق ذي. صح عليك أعطاني الحل بسرعة. ذا أنا آسف عبد الله، ليش ما تحل بجهدك؟ والله يا ولد أقعد هنا 3 ساعات 4 ساعات أضغط في ذي الأرقام؟ لا أنا أوفر وقتي عشان التسجيل. هذه القطعة الفضية الحمد لله حصلناها، الحين أروح أحطها في برج الساعة نفسها.
عشان بروح اختصار لبكره الساعه انزل عند الدرج، ما في الا الدرج. وين تبدا تتفلسف؟ لا تتفلسف، العب على طول كذا، راح للدرج ينزل بعدين راح للمقصف بعدين هنا. الحمد لله الحمد لله يا رب ان القطعه وياي. ليش الصوت كذا يطلع؟ اوكي لا ما لا ما لها دخل، ما لها علاقه. تضغط جنب ستارت وتحط القطعه. وش بيصير الحين؟ طيب بس طلع صوت غريب، في احد بيطلع؟ والحين صار كانت 10 صارت كانت 10 صارت 12 الحين صارت 5. يعني طبقنا نفس الكلام اللي موجود في الورق. اوكي مو مشكلة، طبقته بس انك غشيت الحل، غشيته والله غشيته. طيب الحين وين؟ الحين وين؟ صوت صاير مزعج من هنا ومن هنا، الصوت صاير مزعج، فاطفي ذا على الاقل يبقى الصوت ذا بس. افا لا هذا الصوت يا ولد، وين اروح الحين يا جماعة؟ وين اروح؟ كفو بطريق، ما في الا بطريق. يا لي الدرج اللي هناك، في درج هناك ما جيته. اي شلون اجي؟ مقفر الطريق اللي يوديني له. هذه والله العله. اجل مالي اللي اجيه من هنا، من هنا صدقوني من هنا. طبعا هنا فوق اتوقع الباب اللي مقفل، ان لم تخن الذاكره. ايوه صح، مسكرينه في وجهك. الحين وين اروح؟ اروح الجهه اللي هنا. الدرج موجود ويمديني اجي. يعني في اماكن كثيره في نفس المدرسه. وين الحين؟ اي سيده سيده، بدينا اروح يمين. جيت هنا. لا والله ما جيت، ما جيت. الحين برجع لدقيقة، بفجر مخه. تعال يا ولد لا ترجع ورا زيادة. منطق غريب في الألعاب، منطق أغرب منطق في العالم، إن هذا الوحش يجيك كذا بعدين تروح من هنا. يعني هو وراي الحين بالضبط، ليش ما يجيني طيب؟ ليه ليه ما يجي؟ ليه؟ يلا يلا استنى، ما يجي. يعني في والله العظيم الالعاب اللي قبل تضحك، تشوف يعني احنا ما كنا نستوعب يعني الاشياء هذه، بس كانت تمر علينا بسرعه يعني مرور الكرام ولا نركز فيها. حاليا لو يصير جلتش ها بسيط في اللعبه صاحوا، ما في مكان الا ذكروا فيه. اذكر في اجزاء ريزدنت ايفل الاولى خصوصا بالثاني، لان الثاني بدت فيه الحركه هذه تصير. ليون اذا جته اصابه 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 وصحته خلاص باقي شوي ويموت، شو يصير فيه؟ يقعد يمسك خصرة ويمشي على خفيف، يمشي على خفيف. ليش تمثل؟ طيب امثل يعني اوريكم كيف يمشي، يمشي على خفيف. بحط فيديو تشوفونه. اذا جاء عند الدرج، عند الدرج يبي يطلع الدرج، هو خلاص يعني الرجال بيموت على وشك انه ميت. انت خلاص انت يلا شايل حيلك يعني يلا تمشي. فرجع عند الدرج ما فيه الا العافيه، يمشي صحته ممتازه. انا كنت استغرب قبل، اقول لاخوي، كان اخوي يطلع ويروح ويجي، لا ركب اخوي على الدرج يقول الله الله صحته كويسه خلاص خليه يكمل، يقول لا بس يتعدى الدرج يصير صحته تعبانه. فهذا من الاشياء اللي خلتني قبل يعني استنكرها، ركزت فيها. تعال تعال وراي ذا يا ريال.
يا ريال ولك كم واحد هيا الغدرات هطير مخك انت وياه مفروض اني اطعنهم والله مفروض اطعنهم تطعين لا لا خالي لا شوف هذا ما مات الحصن لي ول ول هذا ماتي هذا مات هذا المكان ما جيده والدليل القاطع على كلامي ان يا جماعة الخير شوف الابواب ما بطلت اول مرة يعني فعندي هنا الفصول خليني ادخل الفصول يا رب ما في احد هنا هذا فصل مثالي مو قبل يسوون جائزة الفصل المثالي إذا كان فصلك يعني كويس وحاطين فيه مرتبين ومية المية يدخل عندك مدرس يكتب هذا الفصل المثالي لسنة ألف وكذا وكذا فهذا فصل مثالي يعني أتوقع على جانب كل فصولهم مثالية حنا لا من وقت لوقت نسوي الحركة دي ليش ما نسويها دائم طول السنة لا نسويها من وقت لوقت منو اللي يجيب البلالين عبد الله كذا أنا يلا الله يعين انا اجيبها روح ثاني يوم شايف البلالين وحاطه كذا ويعلقون الشباب ينفخون يعلقون فوق واللي يجيب الزينه لا غير البلالين في الزينه بعد اوف الزينه تهدر دائما انا ما احب الزينه لو قال احد الزينه اقطع على واحد من اخوياي تكفي واد تجيب الزينه انا مالي خلق اجيب الزينه يروح يجيب واحد من اخوياي ايه هنا اول مره اجي متاكد اول مره تجي والله تقريبا يعني لا يا خبل لا يا خبل والله انك جيت هنا بس انت ناسي بس وش فيك قلت في تحت دري ما جيت انا جيت من فوق هنا لا الله الله قفل كلش ما جيت اوف وش ذا المكان تعطل هذا شغال لمبة حمراء تك تنقت شيء اوف وش الصوت؟ لا لا يكون بالترتيب في شيء طلع صوت قلوا اقول تسلح يا ولد يا ولد يطلع لي حدا قسم بعدين تعالج اشرب دواك دواك احد ها لا لا بشوف كم معي رصاصة خاف اني اموت لا 170 واجد يا شيخ طيب دقيت الزر ذا ما صار شيء مو مشكلة يعمل ما قلنا شيء وانا قايل لا لا يعمل يعمل لا يا ولد يمكن له ندخل خلاص يعني انتهت اللعبة لا شكلها انتهت اللعبة خلاص وما في شيء يعني خلاص كل شيء جيته
يلا 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 وش اللي ما جيته؟ يلا وشو؟ ما في ما في كل شيء جيته كل شيء. أوه لا حاطين شخطة على نفس برج الساعة، معناتها برج الساعة نفسه وش في ما لا يخطي. برج الساعة ذا لازم ارجع له لاني انا فعلت حاجة عنده. فقط اروح يمكن ادخل في الغرفة الصغيرة حقت برج الساعة واطلع على برج الساعة فوق. والله اني داري اطلع فوق ولا انزل تحت. الرجال نزل تحت، في سراديب تحت. اعوذ بالله. يا جماعة وهذا وين رايح بعد؟ يا ريال هذا طلع من مكان ثاني. Where am I? دراني تقريبا نفس المكان بس من جهة مقابلة. Have I been here before? يعني هو نفسه يقول هل أنا كنت هنا من قبل؟ تقريبا نفس المكان اللي هناك. I don't remember this being here before. يعني أنت الحين توك تستوعب إنك كنت في مكان ثاني، ترى نفس المكان ذاك بالضبط. صدى شفتوا نفس المكان نفس التصميم نفس البيئة، يعني وش اللي اختلف الحين؟ بفهم وليش النغمة ذي طالعة دن دن؟ ليه طالعة ذي دن دن؟ وقف شكل العالم السفلي او العالم الموازي. والله اني داري هو نفس العالم بس طريقة الانتقال له غريبة. أوه! وش ذي؟ قبل كانت مو قبل، هو هذا قبل أصلا. لا أنا أقول الأجزاء المتقدمة ما كان الانتقال زي كذا، ما كان زي كذا، كان الانتقال يعني أنك في نفس مكانك ولكن فجأة يتحول. هذا لا، طلع المكان ثاني بعدين لقى نفس المكان يختلف. كانت الفكرة توها وليدة اليوم في ذاك الوقت يعني. طيب بروح الفصل هنا. والله الفصول تخوف يا جماعة الخير. في ورقة هنا. وش له ذي طيب؟ بيكتشر كارت. معليش جوالي ددددددددددددد أدري إغلاق عشان ما يسوي ددددد. ماني فاضي لك. ولك ما حفظت أنا، تدرون من وين أعيدها؟ لا يسلق يا كلب. مت 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 عدت عدت من قبل الساعة. لا يا رب العادة يا رب العادة من تو يا رب العادة من تو يا رب العادة من تو. أشوف الحمد لله. تعتبر لعبة متطورة متطورة جدا عن الألعاب القديمة. والله زين اجل يا اخي. ساعات لما الموت يكون من حسن حظك مو في الحياه الواقعيه، الموت تروح تموت تقول هذا الموت الحمد لله من حسن حظك، لا في اللعبه قصدي. ساعات يكون الموت من حسن حظك. سوى حركه غريبه في رجل. اي سوى الحركه دي حقت النطنط. اوكي هذه وش كانت؟ هذه كانت غرفه البطريق.
روحه كبيرة تستر. شوف فوق. والله ودي، والله ودي أذبحهم بس يا ولد. مشكلة ما يستاهلوا. أيوة. خلك طايح انت وياه الحين اعلمك شلون. دروس تأديبية بالمجان. خلاص شكله مات. لازم ادعس على خشمه. خلاص مات. حبيبي انت وياه. في واحد ثالث صح؟ ثالثهم الشيطان. هنا ما جيت. ايش ذي بعد؟ ول كورة. ايش القصة؟ كل شيء ما هو على وضعه ابد. قفل. هنا في بعض الدواب اسحب عليها. فكت الباب ذا. بعض الديدان اللي تتربص لي. ول ذا شغل متاهة ولا وش الموضوع؟ واضح انهم بيهبلون فيني. هلا اوف. اي لا لا هذا من الجهة الثانية. وليش الباب ذا عليه دم؟ وين وين اروح؟ مسح المنطقة، مسح المنطقة كاملة. الكلب هذول اللي قتلوني صح؟ كيف الحال يا عيال؟ اليوم والله العظيم بيقوم تفقيع الوجه. على خشمه. أطع على صابرك. وهينك هنا يا كلب. بس خلاص. ماتت الكلاب. كراسي. مدرسة. وهي مدرسة. بس الوضع فيه شك يعني الآن ما أدري وين أروح وين أجي وش أسوي وش أفعل. بنتي ما أدري وينها. تعال تعال دام انك لحالك. شوف هذا، شوف اللي ماني بقالي بسبب بس خلاص. في قتل، سفك دماء، تعطش للدماء الولد. تعال تعال خلاص مات، توفاه الله. مكان فيه حوض، الحمد لله. نحن في أمن وأمان. هو أصلا نفس المكان اللي في البداية. أنا قاعد نقص على بعض. بس بروح نفس الغرفة اللي كانت فيها رسمة. مش رأيك تحافظ طيب؟ والله يعني ودي يعني صراحة. العادة ما حلوة، ما حلوة مرة. والحفظ ببلاش، في فلوس، في حبر زي بعض الألعاب مثلاً.
بلاش. طيب الحين الله يسلمكم، الله يسلمكم يخليكم يا رب. شوف هنا العيهيد مسكني والثاني طعني، واحد يمسك والثاني يطعن، شغل غدرات. هغدر بك يا غدار. تعال تعال هيس. هو في هنا واحد منسد هنا، خلني اخبط مخه. خلاص مات. تعال تعال باقي انت. تعال مسكني، عنده طريقه يمسك فيها قبل لا تذبحه. ما مات. شو مت الدثوي مات. طيب صح كيف دمار. ود هذا من السبعة بس هذا وينك، هذا ما تستخدمه كذا. شيكا 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 شيكا، في شيء هنا. الله وش ذا، الكرسي ذا معنا طوال اللعبة يعني. لا يفترض اني اروح وراه، ما ادري ايش اسوي فيه. ذا ختم شف جاي كان يقول حبيبي وينك ادورك انا. لعبه في ابو الصحة يا شيخ مسكين ما يمديه يعني. ما في الا كذا. ودي اطعنه بس هجد. لا بدس بس خلاص متى. اي ساح دم جالس هنا يحرس الغرفة. يا إلهي أين أنا فيه؟ هذه نفس ال... أوكي مش له، له كرت تحط فيه كرتي شكل. الكرت ده وينه؟ اوكي طيب تبطل الباب واروح تعوذ من الشيطان وحافظ. في كذا غرفة ما جيتهن، بروح بروح اشوف كنوع من. اوكي خلاص لقد زالت شكوكي الان، اروح من هنا وانا مطمن خالص خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الهي اين انا فيه. اوكي زين تمام، انا كنت في المكان ذا اصلا، كان مقفل من هناك. شو على بالي متعلق. صاحبة الصوت الغامض ما راح تطلع هنا، الباب مردود. صاحبة الصوت الغامض لا عاد ليلها راحت. اوكي الصوت ذا. الله ما ادري وش بس زين. شنو رايي خليني اشوف شخت انا. شات جان وينه؟
أطيح عليه بس ناولوني إياه. ليه؟ ليه؟ محا؟ ليه كذا؟ شو الحركة ذي اللي كلها خيانة؟ تعال تعال، ما يمدي أكفخك من هنا. أنا مو ألقى كم يخالف، نجيك بعدين إن شاء الله. لا مو هنا، هذا بابك. على كذا أنا ما استفدت شيء من الغرفة ذي، بس عشان رصاص الشتقن. أوكي حلو، ما قلنا شيء. حلو الباب ذا يفتح. أوف 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 أوف. أوكي نروح للساحة. أوكي فتحنا كلها. مطر مطر مطر. أخاف يا جماعة الخير أروح أرجع، في شيء أشياء أستخدمها هناك، بس ما أتوقع في شيء أنا تركته حتى هنا. شو قصدك حتى هنا؟ تكون نهاية الحلقة الثالثة من سايلنت هيل. طبعا شفتوا كيف وصلنا للعالم الموازي والعالم الآخر من نفس اللعبة. باللعبة الحين عرفت أن في اللعبة القديمة كان النظام مو نفس النظام بالألعاب الحديثة. الألعاب الحديثة لا، يكون أنك في نفس المكان فجأة يتغير، ولكن هنا لا، تروح أنت المكان ثاني، تدخل في مكان ثاني ويصير اللي يصير في الأجزاء المتقدمة. فلين هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة الثالثة من سايلنت هيل. لا تنسون اللايك التعليق، ونشوفكم في الحلقة الرابعة اللي إن شاء الله تكون أكثر حماس من الحلقة هذه. وحتى هنا نقول مع السلامة.